بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك، أي تعاظم وتعالى وكثر خيره وعم إحسانه. من عظمته أن بيده ملك العالم العلوي والسفلي، فهو الذي خلقه ويتصرف فيه بما شاء من الأحكام القدرية والأحكام الدينية التابعة لحكمته. ومن عظمته كمال قدرته التي يقدر بها على كل شيء، وبها أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وخلق الموت والحياة، أي قدر لعباده أن يحييهم ثم يميتهم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. فإن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار، وأخبرهم أنهم سينقلون منها، وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره. فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل أحسن الله له الجزاء في الدارين، ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله فله شر الجزاء. وهو العزيز الغفور، وهو العزيز الذي له العزة كلها التي قهر بها جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات. الغفور عن المسيئين والمقصرين والمذنبين، خصوصا إذا تابوا وأنابوا، فإنه يغفر ذنوبهم ولو بلغت عنان السماء، ويستر عيوبهم ولو كانت ملء الدنيا. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي كل واحدة فوق الأخرى ولسن طبقة واحدة، وخلقها في غاية الحسن والإتقان. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي خلل ونقص، وإذا انتفى النقص من كل وجه صارت حسنة كاملة متناسبة من كل وجه، في لونها وهيئتها وارتفاعها، وما فيها من الشمس والقمر والكواكب النيرات الثوابت منهن والسيارات. ولما كان كمالها معلوما، أمر الله تعالى بتكرار النظر إليها والتأمل في أرجائها، قال: فارجع البصر هل ترى من فطور. فارجع البصر، أي أعده إليها ناظرا معتبرا. هل ترى من فطور، أي نقص واختلال. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين، والمراد بذلك كثرة التكرار. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي عاجزا عن أن يرى خللا أو فطورا ولو حرص غاية الحرص. ثم صرح بذكر حسنها فقال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. أي ولقد جملنا السماء الدنيا التي ترونها وتليكم بمصابيح، وهي النجوم على اختلافها في النور والضياء، فإنه لولا ما فيها من النجوم لكان سقفا مظلما لا حسن فيه ولا جمال، ولكن جعل الله هذه النجوم زينة للسماء وجمالا ونورا وهداية يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. ولا ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح أن يكون كثير من النجوم فوق السماوات السبع، فإن السماوات شفافة وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنيا وإن لم تكن الكواكب فيها. وجعلناها، أي المصابيح، رجوما للشياطين الذين يريدون استراق خبر السماء. فجعل الله هذه النجوم حراسة للسماء عن تلقف الشياطين أخبار الأرض، فهذه الشهب التي ترمى من النجوم أعدها الله في الدنيا للشياطين. وأعتدنا لهم عذاب السعير، وأعتدنا لهم في الآخرة عذاب السعير، لأنهم تمردوا على الله وأضلوا عباده، ولهذا كان أتباعهم من الكفار مثلهم، قد أعد الله لهم عذاب السعير. فلهذا قال: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. الذي يهان به أهله غاية الهوان. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور،
إذا ألقوا فيها على وجه الإهانة والذل سمعوا لها شهيقا، أي صوتا عاليا فظيعا. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد على اجتماعها أن يفارق بعضها بعضا وتتقطع من شدة غيظها على الكفار، فما ظنك ما تفعل بهم إذا حصلوا فيها؟ ثم ذكر توبيخ الخزنة لأهلها فقال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. أي حالكم هذا واستحقاقكم النار، كأنكم لم تخبروا عنها ولم تحذركم النذر منها. قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فجمعوا بين تكذيبهم الخاص والتكذيب العام بكل ما أنزل الله، ولم يكفهم ذلك حتى أعلنوا بضلال الرسل المنذرين وهم الهداة المهتدون، ولم يكتفوا بمجرد الضلال بل جعلوا ضلالهم ضلالا كبيرا، فأي عناد وتكبر وظلم يشبه هذا؟ وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فنفوا عن أنفسهم طرق الهدى، وهي السمع لما أنزل الله وجاءت به الرسل، والعقل الذي ينفع صاحبه ويوقفه على حقائق الأشياء وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة، فلا سمع لهم ولا عقل، وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان، فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية، فسمعوا ما جاء من عند الله وجاء به رسول الله علما ومعرفة وعملا. والأدلة العقلية المعرفة للهدى من الضلال، والحسن من القبيح، والخير من الشر، وهم في الإيمان بحسب ما من الله به عليهم من الاقتداء بالمعقول والمنقول، فسبحان من يختص بفضله من يشاء ويمن على من يشاء من عباده ويخذل من لا يصلح للخير. قال تعالى عن هؤلاء الداخلين للنار المعترفين بظلمهم وعنادهم: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أي بعدا لهم وخسارة وشقاء، فما أشقاهم وأرداهم حيث فاتهم ثواب الله وكانوا ملازمين للسعير التي تستعر في أبدانهم وتطلع على أفئدتهم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لما ذكر حالة الأشقياء الفجار ذكر حالة السعداء الأبرار فقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي في جميع أحوالهم حتى في الحالة التي لا يطلع عليهم فيها إلا الله، فلا يقدمون على معاصيه ولا يقصرون فيما أمر به، لهم مغفرة لذنوبهم، وإذا غفر الله ذنوبهم وقاهم شرها ووقاهم عذاب الجحيم، ولهم أجر كبير وهو ما أعد الله لهم في الجنة من النعيم المقيم والملك الكبير واللذات المتواصلات والمشتهيات والقصور والمنازل العاليات والحور الحسان والخدم والولدان، وأعظم من ذلك وأكبر رضا الرحمن الذي يحله الله على أهل الجنان. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. هذا إخبار من الله بسعة علمه وشمول لطفه، فقال: وأسروا قولكم أو اجهروا به، أي كلها سواء لديه، لا يخفى عليه منها خافية. إنه عليم بذات الصدور، أي بما فيها من النيات والإرادات، فكيف بالأقوال والأفعال التي تسمع وترى؟ ثم قال مستدلا بدليل عقلي على علمه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق، فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه كيف لا يعلمه؟ وهو اللطيف الخبير، الذي لطف علمه وخبره حتى أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والغيوب، وهو الذي يعلم السر وأخفى. ومن معاني اللطيف
أنه الذي يلطف بعبده ووليه فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر، ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب، ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال، حتى إنه يذيقه المكاره ليتوصل بها إلى المحاب الجليلة والمقامات النبيلة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أي هو الذي سخر لكم الأرض وذللها لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجتكم من غرس وبناء وحرث وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائية والبلدان الشاسعة، فامشوا في مناكبها أي لطلب الرزق والمكاسب. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أي بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي جعلها الله امتحانا وبلغة يتبلغ بها إلى الدار الآخرة، تبعثون بعد موتكم وتحشرون إلى الله ليجازيكم بأعمالكم الحسنة والسيئة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. هذا تهديد ووعيد لمن استمر في طغيانه وتعديه وعصيانه الموجب للنكال وحلول العقوبة، فقال: أأمنتم من في السماء، وهو الله تعالى العالي على خلقه، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. فإذا هي تمور بكم وتضطرب حتى تتلفكم وتهلككم. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أي عذابا من السماء يحصبكم وينتقم الله منكم. فستعلمون كيف نذير، أي كيف يأتيكم ما أنذرتكم به الرسل والكتب، فلا تحسبوا أن أمنكم من الله أن يعاقبكم بعقاب من الأرض ومن السماء ينفعكم، فستجدون عاقبة أمركم سواء طال عليكم الزمان أو قصر، فإن من قبلكم كذبوا كما كذبتم فأهلكهم الله تعالى، فانظروا كيف إنكار الله عليهم عاجلهم بالعقوبة الدنيوية قبل عقوبة الآخرة، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وهذا عتاب وحث على النظر إلى حالة الطير التي سخرها الله وسخر لها الجو والهواء، تصف فيه أجنحتها للطيران وتقبضها للوقوع، فتظل سابحة في الجو مترددة فيه بحسب إرادتها وحاجتها. ما يمسكهن إلا الرحمن، فإنه الذي سخر لهن الجو وجعل أجسادهن وخلقتهن في حالة مستعدة للطيران، فمن نظر في حالة الطير واعتبر فيها دلته على قدرة الباري وعنايته الربانية، وأنه الواحد الأحد الذي لا تنبغي العبادة إلا له. إنه بكل شيء بصير، فهو المدبر لعباده بما يليق بهم وتقتضيه حكمته. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. يقول تعالى للعتاة النافرين عن أمره المعرضين عن الحق: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أي ينصركم إذا أراد بكم الرحمن سوءا فيدفعه عنكم، أي من الذي ينصركم على أعدائكم غير الرحمن، فإنه تعالى هو الناصر المعز المذل، وغيره من الخلق لو اجتمعوا على نصر عبد لم ينفعوا مثقال ذرة على أي عدو كان، فاستمرار الكافرين على كفرهم بعد أن علموا أنه لا ينصرهم أحد من دون الرحمن غرور وسفه. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أي الرزق كله من الله، فلو أمسك عنكم رزقه
فمن الذي يرسله لكم؟ فإن الخلق لا يقدرون على رزق أنفسهم، فكيف بغيرهم؟ فالرازق المنعم الذي لا يصيب العباد نعمة إلا منه هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، ولكن الكافرون لجوا، أي استمروا في عتو، أي قسوة وعدم لين للحق، ونفور، أي شرود عن الحق. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أي أي الرجلين أهدى؟ من كان تائها في الضلال، غارقا في الكفر، قد انتكس قلبه فصار الحق عنده باطلا والباطل حقا، ومن كان عالما بالحق مؤثرا له عاملا به، يمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله وجميع أحواله. فبمجرد النظر إلى حال هذين الرجلين يعلم الفرق بينهما، والمهتدي من الضال منهما، والأحوال أكبر شاهد من الأقوال. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يقول تعالى مبينا أنه المعبود وحده، وداعيا عباده إلى شكره وإفراده بالعبادة. قل هو الذي أنشأكم، أي أوجدكم من العدم من غير معاون ولا مظاهر، ولما أنشأكم كمل لكم الوجود بالسمع والأبصار والأفئدة التي هي أنفع أعضاء البدن وأكمل القوى الجسمانية، ولكنه مع هذا الإنعام قليلا ما تشكرون. قليلا ما تشكرون الله، قليل منكم الشاكر وقليل منكم الشكر. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، أي بثكم في أقطارها وأسكنكم في أرجائها وأمركم ونهاكم وأسدى عليكم من النعم ما به تنتفعون، ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة. ولكن هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون ويقولون تكذيبا، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. جعلوا علامة صدقهم أن يخبروا بوقت مجيئه، وهذا ظلم وعناد. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فإنما العلم عند الله لا عند أحد من الخلق، ولا ملازمة بين صدق هذا الخبر وبين الإخبار بوقته، فإن الصدق يعرف بأدلته، وقد أقام الله من الأدلة والبراهين على صحته ما لا يبقى معه أدنى شك لمن ألقى السمع وهو شهيد. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. يعني أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدنيا، فإذا كان يوم الجزاء ورأوا العذاب منهم زلفة أي قريبا، ساءهم ذلك وأفضعهم وقلقل أفئدتهم فتغيرت لذلك وجوههم، ووبخوا على تكذيبهم وقيل لهم هذا الذي كنتم به تكذبون، فاليوم رأيتموه عيانا وانجلى لكم الأمر وتقطعت بكم الأسباب ولم يبق إلا مباشرة العذاب. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. ولما كان المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم الذين يردون دعوته ينتظرون هلاكه ويتربصون به ريب المنون، أمره الله أن يقول لهم أنتم وإن حصلت لكم أمانيكم وأهلكني الله ومن معي فليس ذلك بنافع لكم شيئا، لأنكم كفرتم بآيات الله واستحقيتم العذاب، فمن يجيركم من عذاب أليم قد تحتم وقوعه بكم؟ فإذا تعبكم وحرصكم على هلاكي غير مفيد ولا مجد عنكم شيئا. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. ومن قولهم إنهم على هدى والرسول على ضلال أعادوا في ذلك وأبدوا وجادلوا عليه وقاتلوا، فأمر الله نبيه أن يخبر عن حاله وحال أتباعه
ما به يتبين لكل أحد هداهم وتقواهم، وهو أن يقولوا آمنا به وعليه توكلنا. والإيمان يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة. ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفة على التوكل خص الله التوكل من بين سائر الأعمال، وإلا فهو داخل في الإيمان ومن جملة لوازمه، كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا كانت هذه حال الرسول وحال من اتبعه، وهي الحال التي تتعين للفلاح وتتوقف عليها السعادة، وحال أعدائه بضدها فلا إيمان لهم ولا توكل، علم بذلك من هو على هدى ومن هو في ضلال مبين. ثم أخبر عن انفراده بالنعم خصوصا بالماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، فقال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا فمن يأتيكم بماء معين. فمن يأتيكم بماء معين تشربون منه وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعكم. وهذا استفهام بمعنى النفي، أي لا يقدر أحد على ذلك غير الله تعالى.